كما ينضم إلينا للمزيد من المتابعة الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية. دكتور أيمن، تنمية حضرية وتنمية الإنسان، ما هي المردودات الاقتصادية على مستوى الفرد والمجتمع؟ والله يا فندم، هي عملية إنشاء المدن الجديدة هي لها أكثر من مردود. أولا، مصر بتحاول إن هي توزع بشكل متوازن الزيادة السكانية الكبيرة الموجودة في الوادي. يعني إحنا مصر النهاردة مساحتها 1 مليون كيلومتر مربع، المساحة المأهولة فيها تقدر من 5.5 ل 7%، من ضمنها 8.6 مليون فدان مزروعة، يعني بتتكلم في حوالي 3%. مصر بتحاول تزود هذه المساحة المأهولة إلى 14%، وده عن طريق إنشاء مدن جديدة. أولا، هذه المدن الجديدة كان لها مردود يعني مباشر على الاقتصاد، اللي هي بتتكلم في 14 مدينة من مدن الجيل الرابع، من أول بقى مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة ده في خط القناة، مدينة الجلالة، امتداد زايد، لغاية جنوبا غرب أسيوط، غرب إنا، توشكا. أولا، هذه المدن مخطط ليها، ال 14 مدينة جديدة مخطط ليها أنها تستوى حوالي 30 مليون نسمة. ويعني لو بنتكلم على جودة الحياة، فمفترض أنه أو مخطط أنه نصيب الفرد بالنسبة للمساحات الخضراء هيبقى 15 متر مربع للفرد. هذه المدن مدن ذكية، بتقدم خدمات إلكترونية، بتقدم زي مثلا مدينة بورسعيد، بتقدم بورسعيد الجديدة، شرق بورسعيد، بتقدم خدمات رجال أعمال وخدمات ريادة الأعمال وخدمات للتجارة العالمية. كمردود مباشر للاقتصاد الحقيقة، حركة البناء والتعمير اللي شهدتها مصر في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حركة بناء غير مسبوقة من عهد محمد علي. يعني بنتكلم في مشروعات قومية تكلفت حوالي 8 تريليون جنيه مصري. طبعا التمويل بتاعها على فكرة أغلبه ما كانش من الموازنة العامة للدولة، وكان من حصيلة بيع الأراضي، حصيلة بيع العقارات، التعاقدات اللي تمت. يعني لو بنتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة اللي اتعملت على 170 ألف فدان، أو ده المساحة الإجمالية بتاعتها، طبعا المرحلة الأولى منها حوالي 40 ألف فدان، دي اللي هتفتتح إن شاء الله قريبا. استثمارات المرحلة الأولى فقط بلغت 300 مليار جنيه مصري، لم تتحمل منها موازنة عامة شيء، ولكن كان كلها من حصيلة بيع الأراضي والعقارات. العاصمة الإدارية الجديدة زي ما بنقول هتستوعب إن شاء الله 6.5 مليون نسمة، وفرت فرص عمل مباشرة ل 2.5 مليون نسمة. نعم. مدينة العلمين الجديدة بنتكلم في 48 ألف فدان، هتستوعب إن شاء الله 2 مليون نسمة. برضه الاستثمارات اللي فيها وحجم التعاقدات كان حوالي 240 مليار جنيه مصري، برضه لم تتحمل منها الدولة شيء، ولكن كان كلها من حصيلة بيع الأراضي والعقارات. معدل البطالة في مصر انخفض نتيجة حركة المشروعات القومية والحركة البنائية التي لم تشهدها زي ما قلنا من عهد محمد علي، انخفض من حوالي 12.5% في 2016 إلى النهاردة 7.2%، وده باعتراف صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المؤسسات الاقتصادية الدولية. يعني انخفض بمعدل 5.3%. ده حضرتك لما تضربيه في قوة العمل تخليها 30 مليون مواطن، يعني مصر خلقت وظائف جديدة ل 1.6 مليون نسمة نتيجة حركة البناء. لكن أيضا ما ننساش الدور المهم اللي بتلعبه هذه المدن في السياسة الاستثمارية للدولة. نعم. احنا لازم نفهم ان السياسة الاستثمارية للدولة لأي دولة ناجحة في مجال جذب الاستثمار هي لها هدفين رئيسيين. الأول هو جذب الاستثمار، والثاني وهو الأهم وأنا بعتبره أهم من الهدف الأول، هو توطين الاستثمار. بمعنى ان انا لما يكون عندي النهارده مستثمر اجنبي جاي مثلا معاه مليون دولار عايز يبني في مصنع عظيم، هيبني هذا المصنع بعد كده هيبدا يحقق ارباح. طبعا انا لازم افتح الباب لتحويل الارباح في الخارج عشان هو يجي لي، ولكن انا مش عايزه بعد كده انه ياخد الارباح دي يبدا يحولها الاقي نفسي على المدى البعيد خسرت. عشان كده لازم اوفر له حاجتين. اولا، اوفر له فرص استثماريه جديده يستطيع فيها اولا التوسع، اعادة استثمار الارباح بتاعته بمعدلات عائد اكثر من الخارج. ثانيا، اوفر له جودة حياة. جودة حياة بمعنى بنية اساسية،
اوفر له مدن، اوفر له خدمات ذكيه، اوفر له يعني بيئه شبيهه بالبيئه اللي في وطنه الام. عشان كده السياسه الاستثماريه للدول اللي سبقتنا الحقيقه طبعا، وانا بركز هنا على دولتين مهمين جدا هم سنغافوره وتايوان لانهم سبقونا في مجال الاستثمار الاجنبي، لقينا ان هناك تكامل ما بين البنيه التشريعيه وما بين السياسه الماليه والنقديه للدوله. هي سياسه صديقه للاستثمار. السياسه الماليه على فكره ما هيش بس الضرائب، ولكن نعم كيفيه انفاق هذه الضرائب، منظومه متكامله. نعم، كيفيه انفاق هذه الضرائب في يعني مشروعات، هذه المشروعات تخدم الاستثمار وتجيب استثمار اكثر. ايضا فكره الاتجاه العام لمشروعات البنيه الاساسيه والاتجاه العام للمشروعات الكبرى عشان توفر جودة حياة وتوفر فرص للتوسع، فرص نعم لتوطين الاستثمار بمعدلات عائد معقولة أقدر بيها أن أنا أجيب استثمار أجنبي واستثمار محلي واستثمار للمصريين في الخارج، اللي هم النهاردة بيحولوا أكثر من 31 مليار دولار في السنة. ده يعتبر يمكن أكبر مورد للعملة الصعبة. نعم، هي هي عدد من المحاور والأمور المتشابكة وكلها تصب في هدف واحد وهو بناء الجمهورية الجديدة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.